السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي وتحية طيبة من الأعماق. معكم زياد هادي الأستاذ في معهد دراسات موسيقية، أستاذ آلة العود في بغداد والنظريات، وأهلا ومرحبا بكم. ونستمر في دروسنا الموسيقية وفق منهاج المقرر لآلة العود وأيضا لمنهاج الطرب والغناء العربي. أرحب بكم أجمل ترحيب، وما أنسى أنه تعليقاتكم الجميلة، وما أنسى اللايكات الجميلة والمشاهدات، وأيضا دائما أستفيد بآرائكم حتى أقدر أبني هذه القناة الجيدة اللي متخصصة بالعود والغناء العربي، واللي حقيقة دائما ننقل الحقيقة بما هي موجودة. اليوم احنا عندنا المترونوم، كثير يسألون على المترونوم. راح نشوف قدامكم هذا التمرين الأمامكم، تمرين عجم، وراح تشوفون انتو طبعا راح تلاحظون المترونوم أمامكم أيضا اللي هو بالقرب من التمرين. التمرين أمامكم تلاحظوا يبدي دو ري مي فا صول مي فا ري، يعني هسه لو تلاحظون الإيقاع، الإيقاع راح يكون كالتالي: دو ري مي فا صول مي فا ري، دو ري مي فا صول مي فا ري، دو 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. وهكذا هو قدامكم موجود الأرقام، تلاحظون 2 3 4 1 2 3 4، وكالتالي هذا تلاحظون أمامكم. فطريقة التمرين مالتكم تكون دائما على المترونوم مثل ما تشاهدون أمامكم، ويكون دائما تلاحظون تك 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 تك. One, two, three, four. Do re mi fa sol mi fa re. وهكذا دخولكم يكون 1 2 3 4، يعني كأنما تحسب ريشة: هابط صاعد هابط صاعد هابط صاعد هابط صاعد. وهكذا يتم تمرينكم يكون مع المترونوم، واللي هو دائما نتمرن بطيء. أول مرة نبدي ب60، ثم ننتقل إلى 70 نفس التمرين، وننتقل إلى 80 حتى تكون لدينا حركة بالأصابع وتكون لدينا ريشة قوية. أتمنى أن استفاديتوا من هذا الموضوع، وأي سؤال عندكم أنا حاضر وتحت أمركم. وأتمنى أنه لا تنسون أنه تضغطون زر الاشتراك وتحت أمركم، وأيضا حاضر للاشتراك لأن عندنا دورة بتعلم آلة العود والطرب العربي والإيقاعات العربية والمقامات. أيضا الاشتراك يكون شهري، 8 محاضرات في الشهر، وبسعر سعر رمزي إن شاء الله، 8 محاضرات يعني محاضرتين في الأسبوع، وعلى رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.